مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لضيوف حضرتك الكرام كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى، والكابتن هاني العجيزي، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اجواء المباراه عندك ايه يا فاروق؟ يعني خليني اقول لك يا كابتن ايمن، هي محطه من المحطات الصعبه ومن العقبات الصعبه لفريق النادي الاهلي في مشواره نحو الدرع رقم 42. النادي الاهلي بيحاول يحافظ على لقبه، واحده من المحطات المهمه جدا في مشوارنا ان شاء الله تكلل بالانتصار والفوز بالثلاث نقاط. كان استعداد تام للنادي الاهلي لهذا اللقاء، واستغلال الدفعه المعنويه اللي حصل عليها لاعبي النادي الاهلي عقب الفوز على فريق الجونه في الدقائق الاخيره. عايز اقول لك طبعا ومعاك كباتننا الكبار، توقيت الهدف وتوقيت الانتصار ادى دفعه معنويه قويه جدا للاعبي النادي الاهلي قبل هذا اللقاء، زودت من الارتفاع الروحي المعنوي عند اللاعبين. النهارده نقدر نقول اجواء الملعب واستعداد استاد الجيش وبرج العرب لاستضافه احداث اللقاء، كافه الاجراءات الاحترازيه تم اتخاذها تماما. النهارده يعني نقدر نقول لاول مره في المباريات اللي على مدار المباريات اللي فاتت كان موجود. النهارده متعودين ان احنا دايما في كل مباراه بيبقى موجود مراقب طبي واحد، النهارده موجود لجنه طبيه بالكامل مكونه من اربع افراد، اربع دكاتره بقياده الدكتور علاء رشاد لمتابعه كافه الاجراءات الاحترازيه ومراجعه بعض الامور الخاصه بفريق المصري بالتحديد. ده طبقا لتكليف من الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم يعني نقدر نقول متابعة أسماء اللاعبين أو الخمس حالات اللي تم ثبوت حالتهم الإيجابية من عدم الحضور تماما إلى ملعب استاد الجيش ببرج العرب. تم مراجعة كافة الأسماء أثناء دخول نادي المصري. أيضا مراحل التعقيم النهاردة استاد برج العرب واستاد الجيش مخصص ثلاث غرف للنادي الأهلي، أيضا ثلاث غرف لفريق نادي المصري. وصول النادي الأهلي لملعب اللقاء كان في تمام الساعة 7، ثم وصول نادي المصري كان في تمام الساعة 7:15. كان وصول طاقم التحكيم اللي هيدير اللقاء بقيادة الكابتن أمين عمر، نزل لأرض الملعب وتابع الملعب، والجميع أثنى على حالة أرض الملعب، أيضا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. من الأمور المهمة أيضا يا كابتن أيمن اللي احنا حابين نتكلم فيها، نقدر نقول في دفع معنوي عند لعيبة النادي الأهلي وثقة عند لعيبة النادي الأهلي. أقدر أقول يعني كنت متابع لمران الأهلي الأخير بالأمس، وكان مران مغلق. مستر ريني فايلر محضر مفاجآت للنادي المصري، أعتقد يعني الدفع باثنين رأسي حربة كبادجي ومروان محسن واستغلال الدفع المعنوي اللي عند مروان. النهارده طريقة لعب النادي الأهلي هتبقى 4-4-2، هيقدر مستر ريني فايلر زي ما شفنا في المران الأخير بيحاول ينوع شويه ويبقى في تنوع شويه في المحاور الهجوميه للنادي الاهلي ومفاتيح لعب النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا الفتره الاخيره نقدر نقول في قله شويه في المعدل التهديفي والهجومي، ان شاء الله يعني نقدر نقول النهارده هتبقى افضل. النادي الاهلي في مفاجات سواء في طريقه اللعب، سواء في توزيع اللاعبين، سواء في ادوار اللاعبين في ارض الملعب. دي يا كابتن ايمن كانت كل الاجواء الموجوده هنا في استاد الجيش ببرج العرب. يتبقى التوفيق ان شاء الله، توفيق المولى عز وجل لفريق النادي الاهلي ان شاء الله، ويكلل بالانتصار في هذه المباراه. شكرا يا فاروق على التقرير الوافي.